صاحبه مدار مزيان يخوي خيمتك مخوة سوق عشية. إذا سي عثمان مرحبا بك في جريدة أخبار فجر المغربية. الله يحفظك شكرا. السلام عليكم هذا وكنبغي نقدم راسي للجمهور الكريم. معكم الفنان عثمان ولد قروة ابن مدينة سيدي سليمان. كنسكن خارج على المدينة هذيك شي ساكورومان. كنبغي نوجه تحية خاصة لجريدة الفجر وما نساوش الجنود الخفاء تحياتي لهم. وكنبغي نوجه واحد التحية كبيرة إنما ما كنعتبروش غير صديق ديالي وإنما الأخ ديالي اللي هو خويا وصاحبي وفي كل شيء عثمان اللي كان كيسمعني كنوجه له التحية هذه. كنقول له هذه تحية ليك كبيرة من عند خوك ولد قروة. شنو ممكن تقول لنا على النوع الغنائي اللي كتغني أنت والفرقة ديالك؟ اللون الغنائي اللي كنغني أنا والفرقة ديالي هو تراث الحسناوي، تراث العيطة الحسناوي اللي هو كيتميز بالعيش وبالقناوي. هاد الشيء هذا الى مثلا الى كنت انت ابن المنطقه وما عندكش هاد الشيء هذا ما كتاديش مثلا في الحفلات ولا العرس ما غيعيطوش الناس خطره اخرى تخدم عندهم. يعني كنعرفوا ان هاد الكلمات اللي كتقال في القناوي وفي العيطه هي واحد الكلمات اللي كتختزل واحد الحموله ديال المجتمع ديال يعني ديك الهضره اللي كتروج في المجتمع. شنو ممكن تقول لنا مثلا على هاد مثلا في الساكن كيتقال هاد الكلام هذا مثلا كتقول مثلا كتقول أوليدي يا وليدي ملي طليت على القبر أطاح دموعي كي الحجر ورا تفكرت وليدي يا وجيت زيرهم بالنية عمينتي يا مينتي هاكي لي حالو جيلانية وكيلي درها بالعاني أبغيت حقي في عدياني وتنشوفهم بعيني. يعني هنا فين هذا الكلام هذا كيتقال كيتقال في الهيت في الهيت كتكون مثلا كاين بس ما كاينش غير هيت واحد يعني كاين اسماء ديال الهيت راه كاين شي سبعه فهمتي. وكنبغي نوجه واحد التحيه للعم ديالي اللي هو الفنان دريس القروة غني على التعريف معروف هنا في المنطقه ديال الغرب فين ما مشيتي لا في قنيطره لا في سيدي سليمان لا في سيدي قاسم تقول لهم دريس القروة يقولوا لك ما كنعرفوش. يعني هذاك السيد كنبغي نوجه له واحد التحيه كبيره وكنشكرو لحقاش منو تعلمت ومنو خديت الحال. اذن هذا التراث اللي كتغنيه هو من قول اب يعني عن ابا عن جد ابا عن جد شو العائله ديالي موسيقيه كامله والاب ديالي ما كانش كيدير الموسيقى. يعني الاعمام ديالي والدار اللي كبرت فيها مع الاعمام ديالي وحتى الخوال ديالي يعني كيديروا الموسيقى. يعني كبرت في عائله موسيقيه. بالنسبه للكلمات اللي كتغني في الموسيقى ديالك ما مرتبطاش غير بالجوانب الاسريه وكذا وانما مرتبطه كذلك بالرحلات اللي كانوا كيديروا الرما. شو ممكن تقول لنا على هذا؟ شنو نقول لك انا ما نعقش على شيوخ قدام ما نعقش عليهم ولكن كيف قلت لك هذا العام ديالي هو اللي منه خديت هذاك الشيء ديالهم هما انا ما نعقش عليهم. كل العام ديالي عقل عليهم كانوا رما كيتجمعوا كانوا الصياده كيصيدوا في الغابه كانوا كيتجمعوا بيناتهم كتكون مثلا بحال واحد الحفل بيناتهم وتما فين كانوا كيقولوا هذاك الكلام وتما فين كانوا كيخرج التلحين ديالو بالميزان ديالو وهو الاصل ديال بني حسن هو الهيت هما كانوا كيتعاطوا الرمل. وداويني بدواك وراه الكل بغاك يا سميرة سميرة وعليك العمان. وداويني بدواك وراه الكل بغاك وداويني بدواك وراه الكل بغاك يا سميرة يا سميرة يا سميرة يا سميرة وعليك العمان. وداويني بدواك وراه الكل بغاك وداويني بدواك وراه الكل بغاك. انا مابقيتش خدام على هذاك السير القديم اللي مثلا اللي كيخدموا الناس ديالنا ديال المنطقه. يعني طورت شويه تلاقيت مع الاصدقاء اللي هما ولاد قنيطره نيت وكيخدموا معايا في المجموعه ديالي. يعني وليت كنادي جميع الالوان. يعني غادي تطلبني في مثلا في شي حفل في شي عرس يعني شي حاجه ديال الداودي شي حاجه ديال حاجي
يعني اللي طلب بزاف ديال الحوايج اللي انا كنتعاطاو لهم يعني اللي كنديرهم في العرس وكنتقنهم يعني كنأديهم كما هم يعني الأغنية التراثية بواحد الطابع اللي هو معاصر كما كنقول. واخا شنو الطموح ديالك انت وش كيفاش كيبان لك هذا المستقبل ديال هذه الموسيقى اللي كتغني؟ انا الطموح ديالي هو ما كرهش انا كفنان صاعد نوصل وندوز في الاذاعه وندوز في التلفازه باش غير تكون واحد يعني فرصه لبزاف ديال الشباب اللي جايين اللي مثلا للتقدا ديالي واللي جايين يعني يزيدوا اللي كانوا غادي في هذا الدومين يزيدوا. انا ما كرهش ندوز في الاذاعه الوطنيه وبالمجموعه ديالي وكنتمنى نكون عند حسن الظن ديال الجمهور المغربي كامل وتحياتي للجميع. الموسيقى الغرباويه واش ما كيبانلكش كاينه واحد المنافسه فيما يخص الموسيقى الغربويه تحديدا مع الانواع التراثيه الموسيقيه اللي كاينين في المغرب؟ واش نقولك بزاف ديال الفنانين اللي هما معروفين في المغرب على الصعيد الوطني يعني كيمشيو يحيوا حفلات داخل الوطن وخارج الوطن. انا بالنسبه شو انا ما غاديش نذكر الاسماء واحد راه ماشي مشكل غادي نذكر الاسم الاخ عبد الله الدودي الاغنيه اللي تعرف بها ديال الهمال والعيب جاي منها هذيك كترجع العام ديال ادريس القروه راه كنت سجلها في التسعينات وكاين الكاسيطات بعد المونتاج يعني هذاك الشيء راه كل شيء كاين كترجع له هو اللي غناها في الثمانينات او التسعينات المهم راه ديالو راه كاينه في كاسيت السينتي من اللي كان السينتي.